اللحظة اللي أنا بكلم فيها سيادتك ديت قائد الحرس، قائد لواء القدس في الحرس الثوري الإيراني العميد إسماعيل قاآني، خاضع للاستجواب وأصيب بأزمة قلبية لأن مدير مكتبه عميل للموساد. اللحظة اللي احنا فيها دي عشان حضرتك تترجمي بقى الاختراقات اللي سيادتك بتقولي عليها. احنا اتكلمنا عنها المره اللي فاتت، قلنا ان هي واصله لاعلى مراتب في انت سيادتك اتكلمتي عليها المره اللي فاتت بصوره واضحه. ادي مستوى ده مدير مكتب قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني. بس هي الموساد، هو الموساد بيجندهم بعد وصولهم لمناصب معينه، ولا هو مجندهم من قبل كده؟ لا من الاول وبيوصلوا للمناصب دي. في نقطتين في العملاء انت لساتك بتقولي حتى يعني مهمه جدا طبعا. غير مطروحه يعني. في حد بيتجند زي ما قلت لساتك كده عشان هو هيمشي في السلم القيادي، وانا هتنيني على صله بيه، مش ممكن ما اعرفوش ان هو عميل الا في مرحله ما، بعمل حاجه اسمها الاقتراب وتنميه العلاقه من خلال طرف ثالث يستمر معاه على التوازي في العلاقه دون ان يطلب منه معلومات لحد انا كضابط التشغيل او ضابط المخابرات ما يصل العميل بتاعي الى مستوى الحصول على المعلومه المؤثره. أيوه. واكون في المراحل دي كلها درست كل احتياجاته وكل طلباته وابقى انا عارف هتعامل معاه ازاي. النقطة التانية بقى اللي سيادتك سألت عليها القيادات الكبيرة. القيادات الكبيرة بتبقى عملية شراء المعلومات أو الصفقات الكبيرة. الصفقات الكبيرة بمعنى إيه؟ أحد القادة مثلا في النظام الإيراني وجد إن هذا النظام هش وظالم وبيشتكي من مظلومية معينة ومش قادر يعبر عن نفسه. بينتقم فأنا بأمن له حياة أخرى وبأمن له خروج آمن واستفادتي منه ما بتبقاش على فترات طويلة. يعني باخد منه 6 شهور سنة أقل أكتر لأن أنا عارف أنه مش هيقدر يستمر في هذا المكان فترات طويلة. وهو بيمارس خيانته هيتكشف على طول. بالظبط. لكن مدير مكتب إسماعيل قاآني لا ده حد محوري جدا طبعا. لأن كل أنشطة إيران في الخارج هي تحت إشراف هذا الرجل ومؤسسته. خلي بال حضرتك ده اللي ورث قاسم سليماني. أيوة. ده الشخصية عشان الناس تفهم. قاسم سليماني كان شخص مؤثر جدا وكان شخص قوي جدا. هو اللي بنى المنظومة بتاعت أفرع المقاومة في الدول العربية. فالجانب الإيراني حزب الله دائما أنا دائما أقول الكلام ده إن حزب الله تأثر بالفشل داخل إيران وتأثر بعدم وجود استراتيجية واضحة لإيران في إدارة يعني عناصرها. استثمروا كتير جدا في الأموال، استثمروا كتير جدا في الأفراد، ولكن حتى الآن لم يستطيعوا تنفيذ استراتيجية تحقق أكبر النتائج. نقطة مهمة علشان برضو الناس تفهم لما أنا بقول أن الحزب الله ما زال موجود وما زال قوي، والفترة اللي جاية إسرائيل هتدفع أثمان زي ما هي النهاردة بتطالب المستوى السياسي في لبنان بدفع أثمان. وعشر على ساتك ده إزاي؟ إحنا قلنا قولي الأول هتدفع أثمان إزاي؟ إسرائيل هتدفع أثمان كبيرة جدا في موضوع التوغل البري، هتدفع أثمان من القتلى بصورة كبيرة جدا. ثم القتلى دول قتلى إسرائيليين أصلا ولا قتلى مرتزقة؟ في جزء كده وجزء كده. بس في مرتزقة في الداخل في الجانب الإسرائيلي بشكل كبير. يا فندم في مرتزقة في داخل إسرائيل ويحمل الجنسية الإسرائيلية ومن أبناء عرب إسرائيل. أنا مش عايز يعني أفتح الباب ده لأن باب خطير يعني. طيب. لأن ده آلاف. أنا بكلم حضرتك على إحدى الطوائف في إسرائيل بتقول ان هي عرب بتتكلم عربي زينا ولكن هي مؤمنة بالدولة اكتر من ايمانها بعقيدتها وتقاتل بجانب الاسرائيليين ووضعت نفسها في خدمة الجيش الاسرائيلي منذ عام 54 من خلال شيخ الطائفة. وانا عايز اقول لحضرتك هي مفتاح كل شيء فيما يتعلق بتتكلم على اي طائفة بالظبط؟ درزية تأكيد دروس. في اسرائيل لان هم النهاردة بقوا مفتاح كبير جدا حتى العمليات التجنيد وعمليات الاقتراب. لما هتقابليه في الشارع هيكلم معاك كويس جدا ولما هتقابليها في الشارع هتتكلم معاك عربي وهتعمل كل العادات وكل الصفات وهتقولك انا فلسطينيه او لبنانيه لكن انت مش هتعرف ان هي اسرائيليه. فمقصد كلامي ان اسرائيل عندها ادوات خطيره بيكون معاهم جنسيه تانية غير الاسرائيليه؟ بيبقى معاهم الاسرائيليه واذا كان هياخد جنسيه تانية بيبقى تحت اشراف المخابرات الاسرائيليه.